رئيس الجمهورية إدريس دي بيتنو يقدم رسالة لنواب الجمعية الوطنية تتعلق بمطالبة أعضاء الجمعية الوطنية بالموافقة على تطبيق مخرجات الملتقى الوطني الشامل. السفراء الجدد لدول الكونغو الديمقراطية، ناميبيا، إثيوبيا ويوغندا يقدمون نسخا من أوراق اعتمادهم لأمينة الدولة في الخارجية كادي لابيد ممثلة لوزير الخارجية والتكامل الأفريقي. المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الجادية نقدم لحضراتكم عرضنا المسائي لهذا اليوم. قدم رئيس الجمهورية إدريس بيتنو رسالة لنواب الجمعية الوطنية تتعلق بمطالبة أعضاء الجمعية الوطنية بتطبيق مخرجات الملتقى الوطني الشامل. الرسالة قرأها رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبادي. تقرير محمود حسن سمبو. Monsieur le président de l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs les députés, c'est toujours avec un sentiment de fierté que je m'acquitte du devoir républicain. السيد رئيس الجمعية الوطنية، السادة والسيدات النواب، دائما وبشعور يغمره الفخر أقوم بأداء هذا الواجب الجمهوري المتمثل في التوجه إلى الجمعية الوطنية عندما تقتضيه الظروف، كما أريد في هذا اليوم المليء بالرمز أن أقدم تقديرا عاليا لمنتخبي الشعب الذين رافقوا الحكومة في كل الأوقات لتنفيذ المشاريع والبرامج لصالح مواطنينا. قبل 3 أسابيع فقط لقد اجتمع التشاديون من داخل البلاد وخارجها في أنجمينا لصالح المنتدى الوطني الشامل حول الإصلاحات المؤسسية، وقد اعتمدوا عددا من القرارات الهامة التي تشير إلى إعادة تأسيس جمهوريتنا. إن القرارات المهمة التي تم اتخاذها بكل سيادة وحرية يجب أن توجه إجراءاتنا المستقبلية. إن مختلف الإصلاحات المزمعة لديها تصور تاريخي لأنها تعلن ميلاد الجمهورية الرابعة. أتوجه اليوم إلى الجمعية الوطنية لطلب مساندتها ودعمها من أجل تحقيق قرارات المنتدى الوطني الشامل. من هذه القرارات هناك بالطبع مراجعة القانون الدستوري الذي هو أساس إصلاحاتنا. من بين الأمور التي يكرس عليها مشروع هذا الدستور الحفاظ على دولة اتحادية قوية لا مركزية، إنشاء نظام رئاسي متكامل، تحديد ولاية رئيس الجمهورية والنواب والمنتخبين المحليين، إلغاء وإصلاح بعض المؤسسات دستورية وطئ المعارضة الديمقراطية، إنشاء مجلس أعلى للتجمعات المستقلة والسلطات التقليدية، وطئ محكمة عسكرية. كما يسمح الدستور الساري اخترنا الطريق إلى البرلمان بغية اعتماد القانون الجديد لمؤسسات الجمهورية. ليست هناك حاجة للتذكير أن مشروع الدستور الذي عرض على ممثلي الشعب سيحدد تطبيق كل الابتكارات الدستورية لعصر جديد. أريد أيضا أن أخاطب الإحساس الوطني العالي للنواب كوننا نستطيع جميعا وبسرعة تجاوز العتبة الحالية الحاسمة وتحقيق مختلف قرارات المنتدى الوطني الشامل. إن دعم الجمعية الوطنية لهو غالي لأننا من دونه موافقة النواب سيتحطم الأمل الذي ولد عن المنتدى. علينا واجب مشترك يتمثل في إبقاء شولة التغيير. إن الدعم الذي أطلبه الآن من أجل اعتماد الدستور الجديد يبقى كذلك من أجل اعتماد الإصلاحات التي موثقت عن هذا المنتدى. يجب علينا أن نعمل على ترجمة كافة القرارات إلى أفعال قبل نهاية هذه السنة الجارية، ومن واجبنا أيضا وخاصة مصداقيتنا لأن الشعب سيحكم علينا بناء على قدرتنا العالية لقيادة هذه الإصلاحات إلى نهايتها. وإن مواطنينا قد اختاروا العمل من أجل التقدم، وبالتالي لا يحق لنا أن نسلك الطريق المخالف. بهذا الخصوص أريد طلب موافقة الجمعية الوطنية للحكومة بسن قوانين عبر الأوامر أثناء الإجازة البرلمانية. كما نعرف جميعا أن الإصلاحات الحالية نتجت عن المشروع الاجتماعي الذي عرضناه لقرار الشعب التشادي أثناء الانتخابات الرئاسية الأخيرة بالإجماع. منحنا الناخبون الثقة لقيادة البلاد نحو التجديد الموعود. من البديهي أن تشاد دخلت اليوم بقوة في طريق الحداثة وتغييرها العميق، وعليه يجدر الاعتماد على نظام مؤسسي جديد وفعال يواكب تحدياتنا وطموحاتنا الجديدة. أن الجمهورية الجديدة التي يريدها التشاديون بكل قوة تبنى على القيم الأساسية. يجب علينا مهما كلف الثمن أن نقوي الوئام الاجتماعي وتعزيز مكتسبات الديمقراطية ودولة القانون وضمان العدالة الاجتماعية والحكم الرشيد.
ولهذا السبب فقط ركز المنتدى الوطني الشامل حول المسألة الأساسية المتمثلة في تغيير الذهنية والسلوكيات، وهو الذي يتحتم على أبناء وبنات تشاد التحلي بها. إن بناء الأمة الخالدة التي نتطلع إليها جميعا هو عمل دؤوب ومهمة صعبة، ونحن مجبورين على ضروريات كبرى تتطلب منا الحكمة. أريد في الختام أن أعبر عن إرفاني التام للجمعية الوطنية على دعمها المتواصل الذي استفادت منه الحكومة دائما، والذي برز بشكل واضح أثناء المنتدى الوطني الشامل الذي شهد مشاركة فاعلة للنواب أثناء الفترة الحرجة لبلادنا على غرار الأزمة الحالية. إن النواب كانوا دائما بجانبنا وقدموا لنا الدعم والنصائح الحكيمة. أعبر عن أمنيتي الكبيرة بأن يقوى هذا الدعم والمساندة، لأن مشروع بناء الجمهورية الرابعة سوف يكون حتما والمهمة في غاية الصعوبة. كلنا سوف ننجح في كسب الرهان المتمثل في التعهد المشترك. يجب أن نترك إرثا قيما يتمحور حول قيم العمل والوطنية والكرامة. هذا الواجب المقدس يجب علينا أن نتطلع به بكل فخر واعتزاز. لا يجب علينا بكل حال من الأحوال أن نتخاذل عن هذه المسؤولية التاريخية. تعيش الجمهورية، تعيش تشاد. Vive la République, vive le Tchad. قدم سفراء الجدد لدول الكونغو الديمقراطية ناميبيا أثيوبيا ويوغندا قدموا نسخا من أوراق اعتمادهم لأمينة الدولة في الخارجية كاري إليزابيث ممثلة لوزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي. تقرير محمد آدم محمد. في سبيل توطيد العلاقات الدبلوماسية بين البلاد والدول الأخرى حول العالم بهذا الصدد، فقد استقبلت أمينة الدولة لدى وزارة الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي كادي إليزابيث لأجل تعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين البلاد والدول الأخرى، حيث تم تقديم نسخ من أوراق اعتماد سفراء عدة، كل من سفير جمهورية يوغندا جيمس ويل كانوبي الذي قدم نسخ من أوراق اعتماده رسميا إلى أمينة الدولة لدى وزارة الخارجية. خلال اللقاء تحدث الطرفان حول تعزيز العلاقات بين البلدين. وعلى هامش المقابلة فقد عبر السفير اليوغندي عن فرحته وامتنانه للحكومة التشادية. أما السفير الثاني الذي قدم نسخ من أوراق اعتماده من دولة كونغو برازافيل سيليستين كواكوا، والتي أثنت على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وأكدت أن جمهورية كونغو والبلاد تعيشان علاقات حميمة منذ القدم. سفير جمهورية ناميبيا هو الآخر الذي قدم نسخ من أوراق اعتماده لأمين الدولة لدى وزارة الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي، فقد تبادل الطرفان حول كيفية تقوية العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة كالزراعة والثروة الحيوانية. من جانبه سفير بيجونجابي مؤكدا حرص جمهورية ناميبيا على تعزيز العلاقات بين البلدين والرقي بها في مختلف المجالات. سفير جمهورية إثيوبيا سالومون أبيبي هو الأخير الذي قدم نسخ من أوراق اعتماده لأمين الدولة بوزارة الخارجية كادي إليزابيث. خلال اللقاء تجاذب أطراف الحديث حول توطيد وتقوية العلاقات بين البلدين في المجالات المختلفة، فقد أثنى السفير الإثيوبي الحكومة التشادية على استقباله سفيرا لدى البلاد. وتجري الإشارة لأن السفير اليوغندي يتخذ الخرطوم مقرا له، أما سفير جمهورية ناميبيا فإقامته بأبوجا العاصمة النيجيرية. أعلن رئيس حزب الاتحاد من أجل التنمية والتجديد صالح كبزابو ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. جاء ذلك من خلال اجتماع الذي جمعه بمناضلي ومناضلات حزبه. محمد صالح الحسين. تجهيزا للانتخابات الرئاسية المقبلة اجتمع مناضلي ومناضلات حزب الاتحاد من أجل التنمية والتجديد، وذلك استعدادا للانتخابات الرئاسية القادمة، حيث افتتح المناسبة رئيس اللجنة التنظيمية الذي قال إن هذا اللقاء هو للتفاكر حول الأعمال والأنشطة التي يقوم بها الحزب، إضافة إلى إعادة النظر في المستندات الأساسية للحزب. أما من جانبه الرئيس المؤسس لحزب الاتحاد من أجل التنمية والتجديد صالح كبزابو طلب من مناضلي ومناضلات الحزب الاستعداد، وذلك بالتعبئة ومعرفة حقوقهم السياسية، سيما التحلي بالروح الوطنية من أجل الفوز في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة. نذكر بأن هذا الاجتماع يدخل في إطار الأنشطة السياسية للحزب. وصلت الحملة التوعوية لرئيس حزب النصر محمد النظيف يوسف إلى الدائرة الثامنة، فالحملة تتعلق بالجمهورية الرابعة التي أعلنت من خلال الملتقى الوطني الشامي الأخير. محمد حسن آدم.
مواصلة لأنشطة الحملة التوعوية التي أطلقها الرئيس الوطني لحزب النصر الدكتور محمد النظيف يوسف حول أهمية الجمهورية الرابعة، والتي جاءت تحت شعار حزب النصر مع الجمهورية الرابعة. فقد التقى الرئيس الوطني مع مناضلي الحزب بالدائرة الثامنة، وبدأت المناسبة بكلمة ترحيبية من رئيس اللجنة التنظيمية للحفل، وتلته عدة مداخلات منها كلمة الأمين المكلف بالثنائية اللغوية حسين حسن أحمد، الذي ذكر الحضور بالهدف من اختيار شعار هذه الحملة التوعوية: الجمهورية الرابعة، الجمهورية الرابعة، الجمهورية الرابعة. كما أعقبه في الحديث الأمين العام لحزب النصر محمد صالح الدود، والذي لخص أهم التوصيات والقرارات التي توصل إليها المشاركون في أعمال الملتقى الوطني الشامل. الفوروم ناسيونال ده جاء بعد 25 سنة بعد المؤتمر الوطني، فرئيس الجمهورية الرفيق إدريس ديبي إتنو فكر وقال إنه في بعض القوانين وبعض الأشياء لابد أن نراجعها، وفعلا راجعناها سويا وخرجنا بنقاط عدة. وفي نهاية المناسبة قام الرئيس الوطني بتنصيب أعضاء المكتب الفرعي لحزب النصر بالدائرة الثامنة برئاسة السيد حسن عيسى. قام يوم أمس أعضاء اتحاد الجمعيات الوطنية من أجل الوحدة والتضامن بزيارة إلى منزل النائبة البرلمانية منصورة حامد نوري. الهدف من الزيارة هو تقديم التهاني لها بعد أن أصبحت رئيسة للمجموعة الأفريقية للنساء البرلمانيات المسلمات منظمة التعاون الإسلامي. عز الدين أمين نصر. بعد اختيارها رئيسة لمجموعة النساء البرلمانيات الأفريقيات المنضوية تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي في دورته السابعة المنعقدة في الفترة من 14 إلى 17 من يناير للعام الجاري بالعاصمة الإيرانية طهران، حيث تم اختيار النائبة البرلمانية منصورة حامد نوري رئيسة لمجموعة النساء البرلمانيات الأفريقيات في هذا المضمار. وضمن سلسلة التهاني التي تلقاها النائبة من أطياف المجتمع التشادي، قام رئيس اتحاد الجمعيات الوطنية من أجل الوحدة والتضامن أحمد بشير أحمد رفقة أعضاء الاتحاد بزيارة إلى النائبة البرلمانية بمنزلها بهدف تقديم التهاني لها عقب نيلها هذا الاستحقاق. وبهذا فقد عبرت النائبة منصورة حامد نوري عن فخرها واعتزازها إزاء الدعم الذي يقدمه لها المجتمع التشادي عقب نيلها هذا المنصب، وشكرت أعضاء الاتحاد على البادرة. أما رئيس اتحاد الجمعيات الوطنية أحمد بشير أحمد فقد نقل رسالة دعم أعضاء اتحاد الجمعيات مثنيا على كفاءة النائبة. لأن تقدم لها التهاني بمناسبة فوزها الباهر عن جدارة واستحقاق بهذا المنصب، ولهذا نحن هنا كي نؤازرها وندعمها، فهذا هو واجبنا تجاه أبناء الوطن. فالنجاح الذي حققته النائبة البرلمانية منصورة حامد نوري هو نجاح الدبلوماسية التشادية التي رسمها رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. هذا وقد وقع الاختيار على منصورة حامد نوري لنيل المقعد من بين 44 دولة إفريقية تنافسن على هذا المنصب. قامت النائبة الثانية لعمدة الدائرة الخامسة فاطمة أحمد محمد بزيارة تفقدية لروضة الفضل آجار. التالي لمنى حسن سكايا. تعد مرحلة رياض الأطفال من أهم المراحل التربوية التي تعمل على تجهيز وتأهيل الأطفال بشكل جيد وتزويد الأطفال بمهارات وخبرات علمية حديثة، حيث إن مرحلة ارتياد الأطفال إلى الروضة ما بين 3 سنوات إلى 6. وبهذا الخصوص قامت النائبة الثانية لبلدية الدائرة الخامسة فاطمة أحمد محمد بزيارة تفقدية إلى روضة الأطفال آية بالدائرة الخامسة، وذلك بهدف التعرف على سير العمل بالروضة. سأتبدو نقول للأساسات الآخرين القادمين في سنة مغر السماء هل يقوموا من سل آية قبل مدى هم كل يقوموا فتشوا بكان يصير لنا شيء زي ده، ده بس المفيد لنا عين الشهدين، ده بس المفيد لنا. أي أساساتهم كان قاعدة كان قمت أسن السماء كان تفوق لها بيوتنا تفوق لها بكان كسي كراش عن الإيال أسد ده هم دول دقاق، لكن هم دول ده أنه بعدين نقوم عارفين هم دول بيشيروا البكان. دونك أنا مبسوطة مرات في الشيء ده.
كما تدخل مدير روضة أطفال آيا الشريف محمد في حديثه بأن مرحلة روضة الأطفال تعتبر أولى مراحل تربوية وتعليمية للطفل، وتعمل على تنمية قدراته العقلية والجسدية للطفل وإعداد الطفل إلى مرحلة الأساس. ففي هذه المرحلة يكون الطفل مستعدا لتعليم الأبجدية والحفظ، ولها دور رئيسي في تنمية الطفل وتوجيهه نحو التعليم المتقدم. قامت رئيسة منظمة الإغاثة لتنمية المرأة التالية عائشة محمد فضل بزيارة لمدينة مندلية التابعة لإقليم شارع باقرمي. الهدف من الزيارة هو تنوير السكان بمخرجات الملتقى الوطني الشامل. محمود موسى الفيل. بعد مشاركتها في المنتدى الوطني الشامل للإصلاح المؤسسي بالبلاد، جاءت رئيسة منظمة الإغاثة لتنمية المرأة التالية السيدة عائشة محمد فضل إلى مدينة مندلية التابعة لإقليم شارع باقرمي، وذلك بهدف تقديم شرح لبعض القرارات والتوصيات التي خرج بها المشاركون في المنتدى الوطني الشامل للإصلاح المؤسسي، وبخاصة التي تهم الشباب والمرأة، منها مشاركة الشباب في مختلف المجالات التنموية وتأسيس صندوق لدعم المبادرات النسائية، فضلا عن اعتماد السياسة الوطنية للشباب وحماية الطفولة، وكذا تفعيل القروض الصغيرة لدعم الشباب المقاولين. من جانبه رئيس كانتون مادياغو محمد مؤمن قدم شكره لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على احترام تعهده في الحملات الانتخابية التي وعد من خلالها بالإصلاح المؤسسي، طالبا من الشباب السعي قدما من أجل التطوير وتقدم البلاد في كل المجالات. الأمين العام لمقاطعة الشارع السيد عبد القادر بركة أثنى على المبادرة التي قامت بها المنظمة، مضيفا بأن الشباب هم ركيزة المجتمع، وأن الارتقاء بالمرأة يمثل جانبا أساسيا في الجوانب الاجتماعية. وتجدر الإشارة إلى أنه في نهاية المناسبة عقدت رئيسة منظمة الإغاثة لتنمية المرأة التشادية عائشة محمد فضل اجتماعا مع مختلف الجمعيات النسائية بمندلية، وذلك بهدف معرفة الصعوبات والمشاكل التي يعانين منها النساء، سيما المتمثلة في دعم مشاريعهن الإنمائية المختلفة. وصلنا إلى التو، حيث قدم وزراء إدارة الأراضي والأمن العام أحمد محمد باشر، البيئة والمياه والصيد صديق عبد الكريم الوزير المنتدب لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني بشارع عيسى رضي الله، قدموا مؤتمرا صحفيا مشتركا تناولوا من خلاله القيام بتطبيق كافة القرارات المتعلقة بمنع بيع الحطب وقطع الأشجار وتجارة الفحم. تقرير عبد الله هارون. الاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها أمر في غاية الأهمية، ومن هذا المنطلق جاء المؤتمر الصحفي المشترك بين 3 وزارة، كل من وزارة إدارة الأراضي والأمن العام ووزارة البيئة والمياه والصيد والوزارة المنتدبة لدى رئاسة الجمهورية المكلفة بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب. هذا المؤتمر يهدف إلى تفعيل وتطبيق كافة القرارات المتعلقة بمنع قطع الأشجار وبيع الحطب والفحم ونقله داخل العاصمة. هذا ما أكده وزير البيئة والمياه والصيد صديق عبد الكريم حجار. هسه قاعدين حاليا ده كان مرق فيه للتمشي تلقى ناس قاعدين يبوها تبدا انهم طن كي قاعد من جنجل قاعد انا بي يوم واحد كنا دم كي ما شاء الله انتم مالا قاعد تبوها تبيني ده ما في حتى بدا قاعد يدارم ده في شهر بس قال يفتشوا من كي يشلو يخلوهم يدخلوا وكان جو داخل ده اللي ده كله كي حتى قاعد هسه اللي ما انا ماشي اسامبلي ده كله في شهر شفت ناس خطوا ربطوها تبدا قاعد انا بي قاعد من جنجل ده اريد الله ساشينا ده انتردي. وفي مداقلته وزير إدارة الأراضي والأمن العام أحمد محمد باشر تطرق إلى الجهود المبذولة من وزارة البيئة والمياه والصيد بأهمية البيئة ومنع قطع الأشجار العشوائي والتي قد تؤدي إلى تدمير البيئة والزحف الصحراوي بالبلاد، مؤكدا بأن وزارة إدارة الأراضي تقف بجانب وزارة البيئة لمعاقبة جميع المخالفين وتقديمهم إلى العدالة. أما الوزير المندوب لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني بشارع عيسى جاد الله شدد في قوله إن السلوكيات التي يمارسها البعض من أفراد المجتمع قد تؤدي بأضرار البيئة وتغيير عناصر المناخ من حالة إيجابية إلى سلبية تضر بالإنسان والبيئة المحيطة به، طالبا من المواطنين بضرورة الحفاظ على البيئة التي يعيش فيها. وإثر ذلك تداخل ممثلي وسائل الإعلام العامة والخاصة بأسئلة حول الموضوع ورد عليها المؤتمرون. افتتح عمدة كندل سوقا بحارتي رأس الفيل وكوبه، كان ذلك بحضور عدد من مسؤولي المركز الإداري. خليل حسن صالح.
تحت مساحة تقدر بأكثر من 13,000 متر مربع بين حارتي كوبي ورأس الفيل، يفتتح هذا السوق الأسبوعي الذي كان تلبية للرغبة سكان المنطقة وما تجاورها من حارات. يتسع السوق لأكثر من 300 دكان وما يعادله من المظلات يشيدها أصحابها ويستخدمونها لأغراضهم التجارية. علي دايان عمدة بلدية كندل أهنأ سكان كوبي وحثهم على العمل من أجل الاستفادة، محذرا الشباب على تحمل المسؤولية وعدم ممارسة الأعمال الإجرامية التي تعيق استمرارية تعمير هذا السوق. وبعد الافتتاح الرسمي لهذا السوق هناك انطباعات إيجابية تركها في نفوس التجار، معبرين جميعهم عن سعادتهم وشكرهم للسلطة المحلية التي جعلت حلمهم حقيقة. رأس حاكم إقليم وادي فيرة محمد ديليو تنغل اجتماع عمل ضم مسؤولي المنظمات الإنسانية والغير الحكومية العاملة بالإقليم محمد صالح النور. جاء الاجتماع الذي عقده حاكم إقليم بركو داود حماد بشير مع المسؤولين الإداريين والعسكريين ورجال الدين ورؤساء الجمعيات المجتمع المدني بشتى أطيافهم، والهدف منه تقديم لهم بعض التوصيات الصارمة المتعلقة بالإقليم وبعض الإجراءات التي ستتخذ بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يخالفون القانون ويقومون بعمليات غير أخلاقية مما تؤدي إلى عدم الاستقرار الإقليم. هذا وفي بداية حديثه حاكم إقليم بركو داود حماد بشير رحب بالجميع الحضور وقال أن اجتماع هذا اليوم ليس كباقي الاجتماعات، بل يحمل في طياته العديد من الخطوط العريضة المتمثلة في عدة قضايا ذات منفعة للإقليم، ومن أهمها احترام المؤسسات الإدارية بمختلف أنواعها سواء كانت عسكرية أو مدنية، وتفعيل كافة الإجراءات القانونية وتطبيقها بصورة جيدة حسب القانون التشادي دون انحياز لأي قبيلة معينة أو فرد معين. هذا وفي أثناء حديث أيضا وجه رسالة صريحة وواضحة اللهجة لكل المسؤولين العسكريين بمختلف وحداتهم ومكاناتهم، وخاصة لرجال الجمارك عليهم بالتحلي بالوطنية وروح المسؤولية التي أوكلت إليهم دون النظر إلى المصالح الشخصية والتقييد والالتزام داخل المدينة وعدم الخروج منها إلا بإذن حتى ولو لمسافة 50 كيلومترا، ومن يخالف هذه الأوامر سوف يعرض نفسه للمساءلة القضائية. هذا التقرير من مدينة فيا حيث الاجتماع الذي عقده حاكم الإقليم وخبر وادي فيرة لم يكن جاهدا، فنعود به في نشرات لاحقة بمشيئة الله. شهدت مدينة مسكوري حاضة إقليم حجر لميث ورشة لاعتماد الخطة السنوية للمدينة، كان ذلك بحضور محافظ الدقنة بشير طاهر محمد ياثير محمد أحمد. بعد 6 أشهر من العمل والتدقيق وإجراء البحوث والدراسات حول الاحتياجات اللازمة والضرورية لتنمية مدينة مسكوري وضواحيها وجعلها مدينة متطورة حضارية ومزدهرة بحلول عام 2025، تجيء هذه الورشة لاعتماد الخطة التنموية لمدينة مسكوري التي أطلقتها البلدية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والتعاون الألماني عبر منظمة GIZ. في كلمته الترحيبية عمدة مدينة مسكوري كروم محمد كوسو شكر جميع الحضور والجهات الداعمة لهذا المشروع وطلب من المشاركين تقديم الاقتراحات البناءة من أجل تحقيق الرؤية التنموية من هذه الخطة. من جانبها مسؤولة المنظمة الألمانية GIZ بإقليم حجر لميث ندليم ناديش عبرت عن سعادتها من هذه البادرة التي قامت بها البلدية. محافظ محافظة دقنة بشير طاهر محمد لدى افتتاحه أعمال الورشة الخاصة باعتماد